تتصوروش الفرحة اللي الأهالي فيها وشعورهم بالفخر باختيار قريتهم كأول قرية على مستوى الجمهورية. ليه؟ هما كان نفسهم كل اللي حاصل في القرية من تطوير والطفرة اللي دخلنا فيها هنا في قرية فارس وكل الأهالي ملاحظينها من تعدد المشروعات الكتيرة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فكانوا بينتظروا ان التميز اللي حاصل ده انه يوصلهم لشيء اعلى من كده، وفعلا اللي تخيلوه او اللي حلموا بيه تحقق بفضل الله، ودخلوا في المبادرة في مبادرة القرية صديقة البيئة كأول قرية في ظل القيادة الرشيدة للسيد عبد الفتاح السيسي. وأقولها بصدق والله يشهد والواقع يشهد بذلك أن ما تم في عصره من إنجازات لم تتم من عهد مينا حتى الآن، وإن المشاريع التي دخلت قرية فارس إنها حولت قرية فارس من حال إلى حال. طبعا لطالما كانت قرية فارس قرية منسية مهمشة لا أحد يعلم بها ولا يعرف عنها شيء، لا حد ما خطها الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله خير في الخطة، وقرر إنها تكون القرية الخضراء المستدامة وتتقدم في المناخ العالمي في المؤتمر العالمي للمناخ. فده شرف لقرية فارس إنها تكون القرية الوحيدة اللي اختاروها من ضمن أو من بين 1500 قرية. في مشاريع كبيرة جدا زي الصرف الصحي وعندك الكهرباء ومياه الشرب الصرف الصحي، وحاجة جميلة جدا جدا جدا، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا برضو يعني نشكر الحكومة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار فارس أول قرية خضراء، وهي قرية تستحق لأن فيها مشروعات. أول حاجة مشروع حياة كريمة بما يشمل كل معنى حياة كريمة، وفعلا إحنا حاليا في حياة كريمة بالنسبة للمشروعات اللي حاليا شغالة في القرية. يعني لو دخلت فارس من 7-8 سنين هي حاليا مش فارس، تغيير جذري